kind of music that we play is extreme. It's metal, fast and heavy. العائلة الكبيرة كلها إنه شو بيتوقعوا إنه بنت تروح على الجامعة تخلص تشتغل تتجوز تجيب أولاد تصير ست بيت يعني. Check test two. كل تمريناتنا والتسجيل كله بالليل. سو فكرة إنه صبية تظهر بالليل لحالها هيدي كانت كتير مشكلة. هي رجع بالليل مأخر بيشوفوك الجيران يا بيقولوا متعاطين أو إنه عم بيجنوا خوتين مدري شبههم أو إنه عبدت شيطان. Our lyrics they talk about things that other bands here don't talk about. بالأغاني تبعنا الفكرة اللي بنوصلها أكتر شيء هي المجتمع اللي على طول بيضغط على الشخص كرمال يتصرف بطريقة معينة. They just try to push you and put you down, but we always get around it because we have each other. فيها طعم اللي بده اياه واللي مش عاجبه يعني انه الناس بدها تحكي يعني بالنهايه يعني بالاخر راح حياتك كل واحد حر يعني.